أتلتيك بيلباو إسبانيول شنك كيفاش المباراة اللي انتهت بفوز أتلتيك بيلباو أمام إسبانيول. إسبانيول اللي نقولوا بلي إسبانيول سنة هذا الموسم وراه يعاني من أضاع الكثير من النقاط من التعادلات في الميدان تاعو. إسبانيول اللي سنة راه متراجع كثيرا وشنا كيفاش في الدقيقة الرابعة وين أتلتيك بيلباو وين سجل في الدقيقة عند طريق مونيال في الدقيقة الرابعة والدقيقة 17 شنا كيفاش زوج أهداف في الشوط الأول. شنا هدف عن طريق الخطأ في فيكتور غوميز اللي سجل ضد مرماه في الدقيقة 79 في وين شنا كيفاش سجل ضد مرماه. يعني نقولوا باللي اليوم كون نشوفوا الاستحواذ نشوفوا اللعب نشوفوا بصح حتى لا ما نشوفوش الاستحواذ 55% الاسبانيول 45% الاتليتيك بيلباو 345 الاتليتيك بيلباو تمريره 413 تمريره بالنسبه للاسبانيول. اسبانيول نقولوا باللي الشوط الثاني سنة أتلتيك بيلباو تراجع الوراء ولعب بطريقة ذكية للحفاظ على النتيجة بعد ما كان فائز في المباراة. وين سنة أتلتيك بيلباو وين لعب بربعة 4-2-3-1 شنا كيفاش إسبانيول اللي لعب بثلاثة خمسة اثنين. يعني نقولوا بلي خطة في الشوط الثاني وين شنا كيفاش غريتيانو اللي دار ثلاث تغييرات من جانب أتلتيك بيلباو. إسبانيول بابلو اللي كذلك وين عمل ثلاث تغييرات لكن بدون جدوى وين شنا كيفاش مارتينيز المدافع رقم 4 تاع أتلتيك بيلباو شنا كيفاش الفاريز شنا أندريا كابا شنا اللاعبين دانييل يعني لوبيز شنا راؤول شنا مونيان اللي سجل هدفين في الشوط الأول في الدقيقة 14 والدقيقة 17 شنا إنيكي ويليامز اللي خرج في الشوط الثاني حتى موليان اللي سجل هدفين وخرج في الشوط الثاني شنا لوبيز الحارس تاع اسبانيول رغم ذلك كان متألق وشعل أخرج من عدة شعل من الكرات أهداف محققة خرجها شنا دافيد لوبيز سيلفا شنا اللي دار الغلطة وين شنا نادو شنا فيكتور مارك روكي شنا سيرجيو شنا فيال فيكتور كومبرازلو ماتيس. يعني كانت المباراة اللي نقولوا كانت تاع أتلتيك بيلباو عارف كيفاش يسجل. الشوط الثاني شنا سيطرة طفيفة من جانب إسبانيول لكن بدون الفرص اللي جاوهم بدون ترجمتهم لأهداف. على ذلك نقولوا بلي أتلتيك بيلباو وين افتح المجال الإسبانيول لكن بدون السماح لهم بالتسجيل أهداف. على ذلك رانا نقولوا بلي اليوم أتلتيك بيلباو كي تشوفها في الاستحواذ والتمريرات كل إسبانيول خير منهم. في الشوط الثاني كانوا احسن من الدقيقه ديك ال 70 كانوا احسن خاطر على أتلتيك بيلباو ويتراجع الوراء هذه هي صحيتو.